تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الدكتور محمد العمر، مقيم في الأمراض الباطني. محاضرتنا اليوم إن شاء الله عن شكاية سريرية شائعة ممكن تصادفنا في قسم الإسعاف أو في العيادات أو في أي مكان، اللي هي الصداع. رح نتعرف إن شاء الله على تقييم مريض الصداع، الاستقصاءات اللي ممكن تساعدنا في التشخيص، وبعض الأمراض الشائعة والخطيرة اللي ممكن تسبب الصداع. مثل ما حكينا، يعتبر الصداع من أكثر الشكاوى الطبية الشائعة. تبين أنه من غير الطبيعي لا يعاني الفرد من الصداع بين الحين والآخر. من المهم أن نعلم أن النسيج الدماغي بحد ذاته ليس حساسا للألم، إن ملونة من حوله يمكن أن تعطي الألم، مثل السحايا والفروة، عضلات الوجه والعين، الجيوب، العظام والأسنان، المفصل الفكي الصدغي، الأذنين، ممكن العمود الفقري. بعكس الاعتقاد الشائع، فإن الصداع المزمن الذي يلازم المريض منذ فترة طويلة هو إنذار سيء، لكن في الحقيقة أن كل ما امتدت مدة الصداع لفترة أطول نتوقع أن يكون الصداع سليما. التقييم مريض الصداع يشمل القصة المرضية، الاستقصاءات، والإضافة للفحص العصبي. أول شيء، القصة السريرية، يجب سؤال المريض عن شكاياته الرئيسية ودركه ليعبر عنها، ولتكن الأسئلة مفتوحة في البداية. لازم نميز بين ألم الوجه وألم الرأس الصداع. ألم الوجه اللي هو الألم تحت حافة الحجاج العلوي. تاريخ الحالة المرضية هو العامل الأهم في تشخيص الصداع وتحديد خطة العلاج. غالب مرضى الصداع لا نحتاج للتصوير، ممكن فقط المرضى اللي عندهم علامات خطر، ريد فلاج، أو سبب ثاني للصداع ممكن نحتاج التصوير. أول شيء في التقييم لازم نحدد نوع الصداع، هل هو بدئي أو ثانوي. ثاني شيء، لازم نبحث عن الأسباب الثانوية للصداع ونستبعد الأمراض الخطيرة منها. الأسئلة بتتضمن القصة السريرية، اللي هي تاريخ البدء، بأي عمر بدأ الصداع، وتوقيته خلال اليوم، هل هو صباحي ممكن يدلنا على النوبات الشقيقة، ليلي ممكن يوقظ المريض خلال النوم يدل على صداع الأورام، الصداع اليومي هو الصداع التوتر مثل الصداع التوتري أو الصداع اليومي المزمن. مدة النوبة غالبا الشقيقة ما بتستمر أكثر من 3 أيام، الصداع العنقودي ما بيستمر أكثر من 3 ساعات، الصداع التوتري إما أن يكون قصير المدة نصف ساعة أو طويل جدا من أسبوع أو حتى 10 أيام. الصفة الثالثة المثال عليها، اللي هي صفات ونوعية الألم، هل هو صداع نابض أو صداع عاصر حاد قليل. الصداع النابض بيدلنا على صداع عنقودي أو صداع شقيقي، الصداع العاصر أو صداع الضغط أو صداع بشكل حس ثقل على الرأس ممكن يدل على صداع توتري، الصداع الحاد اللي هو عبارة عن ألم حاد في الرأس يختفي بعد عدة دقائق أو ممكن يغير مكان، ممكن يدل كمان على صداع توتري. تمام، ممكن نسأل كمان عن موضوع الصداع، هل هو صداع جبهي أو صدغي أو صداع قفوي أو قمي أو صداع حول الحجاج. الصداع الجبهي اللي يزداد صباحا ويختفي أثناء النهار ممكن يدل على التهاب جيوب جبهية. الصداع الصدغي إذا كان من جانب واحد يدل على التهاب شريان صدغي، إذا من ثنائي الجانب يدل على حالة عصبية نفسية توتري. الصداع القفوي ممكن يكون من أعراض ارتفاع التوتر الشرياني أو آفات العمود الفقري. الصداع القمي ممكن يدل على صداع توتري. الصداع حول الحجاج ممكن يكون أسبابه عينية، أو إذا كان عند شاب ذكر يوجه أنه صداع عنقودي. الأعراض المصاحبة للصداع، الشقيقة ممكن ترافق مع الأعراض التالية: غثيان، إقياء أو اضطرابات رؤية أو الدوار، الخوف من الضياء والانزعاج من الصوت والضجيج ممكن يتواجد في الشقيقة والصداع العنقودي.
الترفع الحراري أو العروقات ممكن يدل على حالة إنتانية ممكن تكون خطيرة، مثل التهاب السحايا أو التهاب الدماغ. ممكن حالة إنتان جهازي مثل الحمى المالطية أو التيفية. التشنج الرقبي أو صلابة النقرة أو تبدل الحالة العقلية، احمرار في العين، احتقان في الأنف مع سيلان من جهة واحدة ممكن يدل على الصداع العنقودي. كثير مهم نسأل عن بداية الألم، هل هو ألم حاد ظهر فجأة أو ألم تحت حاد ظهر منذ عدة أيام، أو ألم مزمن من شهور أو سنين. أهم سبب للصداع الحاد هو النزف تحت العنكبوتي، ثم خثار الجيوب الوريدية أو الستروك أو التسلخ الشرياني أو الشقيقة. الصداع تحت الحاد غالبا ناجم عن ارتفاع التوتر ضمن القحف بسبب الأورام الشاغلة للحيز، أو ارتفاع الضغط داخل القحف مجهول السبب، أو الورم الدموي تحت الجافية، تخرجات داخل القحف، التهاب الشريان الصدري ذو الخلايا العرطلية، الزرق الحاد، بالإضافة للصداع المترافق مع انخفاض في حجم وضغط السائل الدماغ الشوكي ناجم عن تسريب السائل أو البزل. أحيانا ممكن التهاب السحايا أو التهاب الدماغ أو التهاب أو خثار الجيوب الوريدية ممكن يجي بداية تحت حادة، لكن غالبا هو ذو بداية حادة. الصداع المزمن أهم الأمراض هي متلازمة الصداع اليومي المزمن، الشقيقة المزمنة، الصداع الناجم عن استعمال الأدوية، والصداع الرقبي. منبهات الصداع، هاي المنبهات ممكن تحرض النوبة أو تزيد شدة النوبة. أول شيء النظام الغذائي مثل الكحول أو الشوكولاتة أو الأجبان. المنبهات الحسية، الضوء القوي أو الروائح أو الأصوات. الشدة النفسية، الجهد أو الموت أو الطلاق أو تغيير الوظيفة. العادات أو التغيرات البيئية مثل السفر أو الطقس أو بديل الوجبات السريعة. هرمونات الحيض والرباطة أو معدل الهرمونات مثل البروجسترون. العوامل المخففة للصداع، أول شيء الضغط على الرأس أو التنفس في كيس ممكن يفيدنا في الصداع التوتري. الأكسجين 100% نوعي للصداع للمعالجة لمعالجة الصداع العنقودي. الإرخاء العضلي للفك والجبهة كمان ممكن يفيد بالصداع التوتري. الغرف المظلمة ممكن يلجأ لها المريض الشقيقة. الكمادات الباردة والحارة كمان. الفحص السريري، تمام. الفحص السريري يجب فحص العلامات التالية: قياس ضغط الدم والنبض، جسم منطقة الرأس والطبيب والكتف، فحص عضلات الرقبة والعمود الفقري، فحص شرايين العنق والمنطقة الصدغية الريان. الفحص العصبي يشمل الحالة اللي هل المريض واعي غير واعي، فحص العصب القحفي، تنظير قرار العصب البصري، تنظير جلوس دون أي مساعدة، نشط أصابع، نشط الفحص العصبي يشمل الحالة العقلية، هل المريض واعي أو غير واعي؟ فحص الأعصاب القحفية، تنظير قعر العين للتحري عن وزمة حصي حلي مثل العصب البصري، تنظير الأذن، فحص المشي، الوقوف من وضعية الجلوس دون أي مساعدة والمشي على أطراف الأصابع، المشي الترادفي، واختبار رومبرج. العلامات منخفضة الخطورة هي مؤشر لكون الصداع غير ناجم عن سبب أساسي خطير. وأول شيء العمر بيكون أقل من 50 سنة، تاريخ لصداع مماثل، المريض متعود على هذا الصداع، لا يوجد نتائج عصبية غير طبيعية، المريض واعي متجاوب ما في أي أعراض عصبية، لا يوجد تغيير مثير للقلق في نمط الصداع المعتاد،
لا يوجد نتائج جديدة أو نتائج مثيرة للقلق في التاريخ أو الفحص. بالإضافة للمظاهر النموذجية للصداع البدئي راح نتعرف عليها شوي تاني كمان. غالبية هؤلاء المرضى لا يحتاجون إلى التصوير ويخضعون لفحص عصبي وبدني طبيعي. علامات الخطر أو الريد فلاج، كتير مهم نتحرى عن هدول العلامات. من المهم الانتباه لهذه العلامات لأنها بمثابة تحذير لعرض كامن خطير. أول شيء الأعراض الجهازية بما في ذلك الحمى، ممكن تدل على التهاب سحايا أو التهاب دماغ أو حتى الأورام. تاريخ ورمي عند المريض، العجز العصبي بما في ذلك نقص الوعي. البداية المفاجئة ممكن تدل على النزف العنكبوتي، انخثار الجيوب الوريدي والسكتة النخامية. العمر غالبا بيبدأ بعد 50 سنة، مثل التهاب الشرايين الصدغية والآفات الشاغلة للحيز، تغيير النمط أو ظهور نمط جديد مؤخرا، الصداع الموضعي بالإضافة إلى الصداع الذي يتسرع بالسعال أو العطاس أو التمرين، وأزمة حليمة العصب البصري بتدل على آفات شاغلة للحيز أو التهاب السحايا، الصداع المتقدم من حيث التكرار والشدة، ظهور الصداع بعد الصدمة مثل النزف فوق أو تحت الجافية أو النزف داخل القحف، الأمراض المناعية مثل فيروس نقص المناعة المكتسبة، العين المؤلمة مع مظاهر لا إرادية والإفراط في استخدام المسكنات. ظهور أي من هذه العلامات يحتاج إلى مزيد من الإجراءات بما في ذلك إجراء الرنين المغناطيسي أو الطبقي المحوري. هناك نسبة من المرضى يعانون من صداع مهدد للحياة ويتطلب التجهيز لحالة التشخيص الطارئ، اللي هن المريض اللي بيجي بصداع مفاجئ، صداع شديد يظهر بشكل مفاجئ ويصل إلى ذروته في غضون بضع ثواني، اللي هو صداع قصف الرعد. هذا المريض يحتاج لتقييم إسعافي. ألم الرقبة الحاد أو تحت الحاد أو الصداع مع متلازمة هورنر أو العجز العصبي، غالبا يرتبط بالتسلخ الشريان العنقي اللي ممكن يؤدي إلى سكتة إقفارية أو نوبة إقفارية عابرة. الصداع مع التهاب دماغ والتهاب سحايا مشتبه، صداع مع عجز عصبي كامل أو بؤري، أو نوبات متكررة من الغثيان واللقاء يدل على ارتفاع الضغط داخل القحف. الصداع مع الحمى أو الحالة العصبية المتغيرة مع أو بدون صلابة فقرة ممكن يدل على إصابة في الجهاز العصبي المركزي. صداع مع أعراض حجاجية مثل ضعف بصري أو ألم حول الحجاج أو شلل في العين ممكن يدل على الزرق الحاد. الصداع مع احتقان في الأوعية الدموية ممكن يكون موجود بخثار الجيوب الكهفية أو التشوه الشرياني الوريدي. صداع التعرض المحتمل للسي او، الصداع غالبا هو عرض غير نوعي للتعرض لغاز سي او، هو غالبا صداع ثنائي الجانب. شدة الصداع تختلف في اختلاف مستويات السي او، ممكن يكون شديد مع غثيان وقياء وعدم وضوح ري عند المستويات 30 إلى 40%. الاستقصاءات تضمن التصوير الشعاعي بالإضافة إلى البزل القطني، التصوير اللي هو التصوير الطبقي المحوري الرنين المغناطيسي. استطبابات التصوير اللي هي أسباب الصداع الثانوية بالإضافة إلى علامات الخطر ريد فلاج، غير مستطاب عند المرضى الذي يعانون من صداع نصفي مستقر وفحص عصبي طبيعي. ممكن زيادة شدة الأعراض أو مقاومة العلاج الدوائي أو التاريخ العائلي لآف في داخل الجمجمة قد تدفع لإجراء التصوير. في حالتين في التصوير اللي هي الحالات الطارئة والحالات غير الطارئة. الحالات الطارئة بنستخدم فيها التصوير الطبقي المحوري اللي بيتميز عن الرنين المغناطيسي إنه بيستخدم بنطاق واسع سريع، بيكشف معظم الأسباب الصداع أسباب الصداع المهددة للحياة، بالإضافة إلى أنه أكثر أمان من الرنين المغناطيسي بالنسبة للمرضى الغير المستقرين. عادة يتم طلب الرنين المغناطيسي لمرضى الصداع الجديد مع وذمة حليمة عصب بصري أو ألم ثلاثي التوائم أو الصداع المزمن بسمات جديدة أو صداع مع رايات حمر، مع الأخذ بعين الاعتبار أن السي تي هو بديلا للرنين المغناطيسي في حال عدم التوفر. الحالات غير الطارئة مستخدم فيها اللي هو الرنين المغناطيسي للدراسة الغير الإسعافية، وهو أكثر حساسية لأسباب الثانوية للصداع ولا يؤدي إلى التعرض للإشعاع، بالإضافة إلى أنه آمن أكثر خلال الحمل. البزل القطني يجرى بشكل عاجل للمرضى مرضى الصداع مع اشتباه حدوث نزف تحت عنكبوتي مع سي تي طبيعي.
وهون ممكن يتحرى عن الأصبغة الصفراوية. اشتباه سريري بمسببات صداع المعدة الالتهابي أو الورمية مثل التهاب السحايا أو التهاب الدماغ. ارتفاع الضغط داخل الجمجمة مثل الورم المخي الكاذب غير مستطاب عند المرضى الذين لديهم انخفاض ضغط داخل الجمجمة. قاربة الصداع، هاي خوارزمية ممكن تساعدنا كثير بتقييم مريض الصداع. رح نكفي على بعض إن شاء الله. تشخيص تفريغي للصداع المترافق مع ارتفاع الحرارة بدل على انتانات داخل القحف مثل التهاب السحايا أو التهاب الدماغ أو الخراجات الدماغية أو انتانات جهازية مثل انتانات جرثومية، حمى مالطية أو حمى تيفية أو حتى فيروس نقص المناعة البشرية. بدو الصداع وأسبابه حكينا عنه. في شكل من أشكال الصداع كتير مهم نعرفه، اللي هو صداع قصف الرعد، وهو صداع شديد مفاجئ يمكن أن يكون بدئي أو ثانوي ذو بداية مفاجئة يصل حدها العظمي بأقل من دقيقة ويستمر من ساعة إلى عدة أيام خلال في الحالات الشديدة. أهم أسباب الصداع قصف الرعد اللي هو النزف تحت العنكبوت متلازم تقبض الأوعية الدماغية العكوسة. تشخيص تفريقي لصداع قصف الرعد اللي هو التهاب السحايا ببداية حادة، ممكن يكون بداية تحت حادة لكن نادر. الخثار الوريدي الدماغي، تسلخ الشريان العنقي، انخفاض الضغط داخل الجمجمة، النزف الدماغي، السكتة الدماغية بالإضافة لارتفاع ضغط الدم الحاد. أسباب غير شائعة لصداع قصف الرعد اللي هي السكتة النخامية، التهاب الشريان ذو الخلايا العرطلي، مرض القواتم، أورام المخ، الورم فوق الورم الدموي فوق الجافي، تسلخ وسط الأبهر. تصنيف الصداع، لازم بالتقييم لازم نصنف الصداع إلى صداع بدئي وصداع ثانوي. الصداع البدئي اللي هو غالبا صداع نوبي مزمن، الفحص العصبي بيكون طبيعي مجهول السبب غالبا. أما الصداع الثانوي هو صداع مستمر بالبدء بيكون حديث ومفاجئ، الفحص العصبي غير طبيعي غالبا له مسبب إما مسكنات أو نزف تحت عنكبوتي أو التهابات سحايا. الصداع البدئي بضم الشقيقة والصداع التوتري بالإضافة إلى آلام الرأس مثلثة التوائم. 90% من أنواع الصداع هي صداع بدئي، نصفها هي بتشخص على أساس شقيقة وصداع توتري. الشقيقة هي صداع أحادي الجانب نابض يترافق مع غثيان أو وقياء ورهاب من الضوء والصوت. عوامل التحفيز تشمل إجهاد الحيض، النترات، التقلبات المناخية. تشخيص، عند الشقيقة مع نسمة والشقيقة بدون نسمة. الشقيقة بدون نسمة شرط هو يكون في 5 هجمات من الصداع لها الصفات الثلاثة التالية. أول شيء النوبة لازم تستمر من 4 إلى 72 ساعة. الصداع له صفتين على الأقل، اللي هو وحيد الجانب نابض معتدل إلى شديد بحيث لا يبعد المريض عن عمله، التفاقم مع النشاط البدني الروتيني مثل المشي وصعود السلالم. 3، الصداع يترافق مع واحد على الأقل مالي اللي هي الغثيان أو الإقياء أو كلاهما ورهاب الضوء أو الصوت. الشقيقة مع نسمة هو الشرط وحدوث هجمتان على الأقل ولها الصفات التالية: 1 أو أكثر من أعراض الهالة التي يمكن عكسها، أعراض هالة بصرية مثل ذوبان بالبصر، رؤية شرر، حسية مثل النمل أو مثل النمل، كلامية مثل عسر كلام مؤقتة، الحركية خزل شقي مؤقت. 3 على الأقل من الخصائص التالية: الهالة لازم تتصف بعرض أعراض الهالة تنتشر أكثر من عرض واحد على الأقل من أعراض الهالة ينتشر أكثر من 5 دقائق، يحدث عرضان أو أكثر على التوالي، يستمر كل عرض فردي من الأعراض من 5 إلى 60 دقيقة، عرض واحد على الأقل أحادي الجانب، عرض واحد على الأقل إيجابي مثل الدبابيس أو الإبر أو الماء الوميض، يصاحب الهالة أو يتبعها صداع لمدة 60 دقيقة. تدبير الشقيقة بيشمل علاج النوبة الحادة بالإضافة إلى إجهاد الهجمات الشديدة بالإضافة إلى الوقاية. علاج النوبة الحادة باستخدام الأسبرين أو الباراسيتامول أو الإنسيدز.
الهجمات الشديدة ممكن نستخدم تريبتانات، يمكن إعطاء الإيركوتامين ولكن بحذر لأنه يؤدي إلى الاعتماد. النمط الثاني من الصداع البدئي هو آلام الرأس الذاتية مثلثة التوائم، بتضم الصداع النصفي النوبي المزمن بالإضافة إلى الصداع النصفي العصبي قصير الأمد المترافق مع احتقان ملتحمي ودماء، والصداع النصفي المستمر اللي هو صداع أحاد الجانب بيستجيب بشكل جيد على الإندوميتاسين. إضافة إلى الصداع العنقودي هو أهم واحد فيهم. صداع العنقودي هو الصداع حول الحجاج أحادي الجانب شائع عند الذكور وصغار السن، يتكرر خلال أسابيع ويختفي لأشهر أو سنوات. تشخيص صداع العنقودي هو حدوث 5 هجمات تستوفي المعايير التالية: 1 صداع شديد أو شديد للغاية أحادي الجانب يتوضع حول الحجاجة وفي المنطقة الصدغية ذو بداية سريعة وتستمر لمدة 15 إلى 180 دقيقة. أحد المعايير التالية أو كلاهما اللي هي واحد من الأعراض التالية على الأقل: دماع أو احتقان ملتحمة، احتقان أو سيلان أنفي بجهة واحدة، وذمة أجفان، تعرق في الوجه والجبهة، تقبض الحدقة أو تدلي الجفن. 2 الشعور بالتملل، تحدث هجمات صداع العنقود على شكل عناقيد مرة واحدة أو أكثر في اليوم وغالبا في نفس التوقيت لمدة عدة أسابيع. تدبير الصداع العنقودي: النوب الحادي ممكن إجهاضه عن طريق حقن السوماتوتريبتان أو الأكسجين 100%. العلاج الوقائي بيشمل الفيرابامين، الفالبروات، ستيرويدات القشرية والليثيوم. الشكل الثالث من أنواع الصداع البدئي اللي هو الصداع التوتري. أشهر أنواع الصداع غالبا خفيف إلى متوسط الشدة، كما لو أن الرأس يعصر، يأتي على شكل نوبات يستمر من دقائق إلى عدة أيام. الصداع التوتري لا يتفاقم بالنشاط البدني أو الروتيني ولا يرتبط بالغثيان. قد يكون هناك رهاب للضوء أو رهاب صوت، وقد يكون هناك إيلام عند الجس حول القحف. معايير تشخيص الصداع التوتري: لازم يكون عندي 10 هجمات من الصداع تحقق المعايير التالية: 1 صداع يستمر من نصف ساعة إلى 7 أيام، 2 على الأقل من الميزات التالية: صداع ثنائي الجانب، ضاغط أو عاصر، معتدل الشدة، لا علاقة له بالنشاط البدني أو الروتيني. 3 لازم يترافق الصداع التوتري مع، أول شيء لازم ما يكون في غثيان أو القياء، 2 إما رهاب ضوء أو رهاب من الصوت، واحدة منهم. تدبير الصداع التوتري: الهجمة الحادة ممكن استعمال المسكنات الخفيفة إلى القوية. العلاج الوقائي بيشمل مضادات الاكتئاب، ثلاثية الحلقات أو مثبطات عودة التقاط سيروتونين أو البروبرانولول. أنواع أخرى للصداع البدئي اللي هي الصداع السعال البدئي، الصداع الجهدي، الصداع المرتبط بالنشاط الجنسي، الصداع الطاعن البدئي أو متلازمة الصداع المستمر اليومي الحديث. طبعا هذا الجدول بيساعدنا كثير بالتفريق بين أنواع الصداع اللي هي البدئي الشقيقة والصداع التوتري والصداع العنقودي. ممكن تقل أيوة هاي هذا الجدول لآلام الرأس آلام الرأس مثلثة التوائم اللي هي الصداع العنقودي، الصداع النصفي النوبي المزمن، أو الصداع النصفي العصبي قصير الأمد، أو الصداع النصفي المستمر. الصداع الثانوي هو صداع ناجم عن أحد الأسباب التالية: إما النزف داخل القحف مثل الورم الدموي تحت الجافي، أو النزيف الدماغي المستبطن، أو النزف تحت العنكبوتي اللي هو صداع شديد ذو بداية مفاجئة يصل إلى الذروة بأقل من دقيقة، ممكن تشخيصه عن طريق السي تي أو البزل القطني. 2 ارتفاع الضغط داخل القحف مثل الورم الدماغي أو الخراجات، أو ارتفاع الضغط داخل القحف مجهول السبب. الإنتانات مثل إنتانات السحايا أو الدماغ أو الخراجات أو التهاب الجيوب. الأمراض الالتهابية: التهابات الأوعية، التهابات الشرايين، التهاب الشريان الصدغي ذو الخلايا العرطلي. التهاب الشريان الصدغي ذو الخلايا العرطلي اللي هو صداع أحادي الجانب يصيب المسنين فوق 50 سنة،
يمكن جس الشريان الصدري بشكل قاسي ومؤلم، غالبا ما يترافق مع ألم في غرف فروة الرأس وعرج في الفك، رؤية مشوشة، طنين في الأذن، ممكن يسبب العمى في حالات عدم المعالجة. تشخيص التهاب الشرايين ذو الخلايا العرطلي ممكن عن طريق ارتفاع سرعة التسفل، قياس سرعة التسفل يمكن تكون أكثر من 50 في الساعة الأولى. الاختبار المشخص هو خزعة الشريان الصدري، يجب البدء مباشرة بجرعات عالية من الستيرويدات فور الشك بالتهاب الشرايين ذو الخلايا العرطلي. 5، الألم الرجيع من بنى أخرى من الحجاج أو من الرقبة أو من مفصل الفك الصدري. 6، الصداع الناجم عن فرط استعمال الدواء، اللي هو صداع يحدث لأكثر من 15 يوم بالشهر عند مريض في سوابقه صداع معروف مع استخدام يومي لأحد المسكنات لأكثر من 3 أشهر. من المهم ألا يتناول المريض مسكنا معينا لأكثر من مرتين أسبوعيا. ألم العصب ثلاثي التوام هو مو صداع، هو ألم وجهي، ألم وجهي أحادي الجانب، حاد كالصعقات الكهربائية، يستمر من ثواني إلى دقائق، يمكن يحدث عدة مرات في اليوم في منطقة انتشار فروع العصب مثلث التوام اللي هي الفك العلوي، الفك السفلي، الشفي أو الخد أو اللثة أو الأسنان. الفرع العيني للعصب مثلث التوام غير شائع عادة الإصابة فيه، ويدل على مشكلة خطيرة، يصاب عادة الأشخاص فوق 50 سنة. أسباب ألم العصب مثلث التوام قد يكون بدئي مجهول السبب أو ثانوي. أهم سبب ثانوي هو التصلب اللويحي، يجب استقصاؤه عند كل مريض شاب يعاني من ألم العصب مثلث التوام خاصة عند الإناث. 2، أورام الضغط على العصب الخامس. 3، ألم العصب مثلث التوام أثناء الإصابة بفيروس الهربس وبعد الإصابة. التدبير بيشمل الكربامازبين أو الجابابنتين، البريجابالين، الأمتريبتيلين في حالة عدم الاستجابة. العلاج الجراحي ممكن في حال فشل العلاج الدوائي، والحقن الموضعي للكحول أو الفينول للفرع المحيطي. يعطيكم العافية.